بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم أعزائي أحبائي الأولياء والتلاميذ. شوفوا اليوم صفحة من الكتاب المدرسي، صفحة 90، درس لا نوميلاليزاسيون، يعني التسمية، يعني إعطاء أسماء أو تحويل الأفعال إلى أسماء. إذا اسم الفعل كما نقولوا أسماء الفعل. جوبسيرف. Les abeilles ont besoin de sucre pour la fabrication de leur miel. إذن النحل تحتاج إلى السكر لصنع العسل تاعهم. Enfin, on filtre les cristaux et on les nettoie. وأخيرا نصفي البلورات وننظفها. Comment est formé le nom fabrication? كيف هو مشكل الكلمة fabrication؟ يعني تصنيع. Quel nom peut-on former à partir des verbes soulignés? إذن ما هي الأسماء التي نقدر أن نشكلها من الأفعال المسطرة في هذا النص؟ إذن premièrement on va répondre à la première question. Comment est formé le nom fabrication? كيف شكلنا الاسم fabrication؟ إذن كيف شكلناها؟ راح نشوفوا كيف شكلناها. إذن fabrication. Regardez bien. كما رانا نشوفوا فابريكاسيون متكونه من جزء ومن جزء اللي يجي منا، يعني سي ان سوفيكس. هذه هنا منا سي ان سوفيكس، وهذه منا سي لو راديكال دو فيرب، يعني الاصل تاع الكلمه. اذا هذه في الاصل كيفاش كانت؟ كانت هكذا ف بريكي. إذن هذا هو الأصل تاع الكلمة تاع فابريكاسيون، سي لو فيرب فابريكي. شوفوا مليح، ينتهي بالكو او ار، يعني في الانفينيتيف. إذن لما نجي نحولها إلى اسم، يعني نعطي الاسم تاع هذا الفعل، واش راح ندير؟ إذن أول شيء راح نتخلص من او ار هذه تاع الانفينيتيف، ويتحول الكو إلى سي. إذن ثم نضيف ماذا؟ نضيف لو سوفيكس اسيون، فنتحصل على هذه الكلمة. إذن فابري، لو كو هنا يتحول إلى سي، ثم إضافة لو سوفيكس أسيون. إذن بهذا نقدروا نشكلوا اسم الفعل، لو نوم دو فيرب، يعني تسميته. هذه العملية اسمها تسمية، لا نوميناليزاسيون. ثاني سؤال، كيل نوم بوتون فورمي ا بارتير دي فيرب سوليني؟ ما هي الاسماء الاسم او الكلمه اللي نقدر نشكلها من الافعال المسطره؟ اذا وين راها الافعال المسطره؟ هنا في الجمله الثانيه. enfin on filtre. filtre اذا نشوفوا هنا filtre il est conjugué، راه مصرف. اول شيء اذا نعرفوا باللي لو فيرب filtre سي ان فيرب دو بروميير جروب. ننزعوا لا تيرمينيزون تاع التصريف اللي هي الاو، اما اذا كان في الانفينيتيف فيلتري ننزعوا علامه الانفينيتيف اللي هي الاو ار. اما اذا يكون اصلا هو مصرف، يعني كيفاش نعرفوا بلي مصرف؟ ينتهي بالاو وليس بالاو ار. او هنايا لا تيرمينيزون تاع لو فيرب او بريزون مع لو سوجي او سينغولير، وهنا لو سوجي راه اون، لو برونون اون انديفيني. اذا فيلتر ننزعوا اولا لا تيرمينيزون تاع الكونجوغيزون، نتحصل على هذا الكلمه اللي هي الراديكال فيلتر، يعني نحوله الى الراديكال الاصل نتاعه، كلمه من الجذر. اذا سون او كما قلنا، ونزيدو لو سوفيكس. سا ديبون كل فيرب كيفاش نجدو له كوم سوفيكس. كيما هذا نضيفو له لو سوفيكس كيما هنايا اسيون، فنتحصل على ماذا؟ نتحصل على فيلت اجمع filtration. إذن نتحصل على filtration. شوفوا الكلمة الزوجة on les nettoie. إذن كتبوا الكلمة nettoie. إذن هنا كما راكم تشوفوا أيضا لو فيرب هنا راه كونجوغي، نعرفوا كيفاش نعرفوا من لا تيرمينيزون او، مراش في الانفينيتيف توجور لو ميم برونون اللي هو اون. الوغ واش قلنا نديرو؟
شقلنا نديرو؟ إذن في هذا هنا راح يتغير شويه، ماشي كيما هذا، ننزعوا فقط الاشاره تاع النهايه تاع التصريف، هنا راح نحولوه الى الانفينيتيف، يعني في المصدر في حاله عدم التصريف. نيتواي نيتواي، في هذه الحاله واش راح نديرو؟ راح ننزع علامه الانفينيتيف اللي هي الاو ار، ونضيف لو سوفيكس اج، نيتواياج. دائما فيما يخص هذا السوفيكس تقريبا نفسها، دائما الفعل لازم تحولوه للانفينيتيف، تنزعوا لو او ار وتضيفوا اج. اذا الكلمه الاصل يعني الغاديكال، انتم دائما حوشوا على الغاديكال تاع الكلمه كيفاش تلقاوها، احيانا تكون سهله يعني كما هذا المثال مثلا، ننزعوا فقط لو او هنا تاع الكونجوغيزون كوم اشاره تاع التصريف، ونضيفو مباشرة لو سوفيكس. أما هنا باغ إكزومبل كيما هاد الأفعال نحولوها إلى إذا نفس الشيء، أما هنايا كيما شفتو راني حولتها لو إر يعني لانفينيتيف. دائما النصيحة تحولوها أولا لانفينيتيف، تنزعو لو إر بالنسبة للأفعال تاع بخومي جروب، أو بيان إي إر تاع دوزيام، أو بيان دوطخ إنفينيتيف تاع الأفعال إيغيغولي تاع تخوازيام جروب. إذا لما تحولوه للانفينيتيف تنزعوا علامة الانفينيتيف اللي هي الـ ER دائما، ونضيفوا لو سوفيكس أج، ثم نربط بين الكلمة الأصلية. إذا واش الفائدة؟ الفائدة من نزع علامة الانفينيتيف لكي نتحصل على الكلمة الأصل يعني على لو غاديكال، ثم نربط الغاديكال بالسوفيكس نتحصل على اسم الفعل اللي هو نيتواياج. إذا نيتوا تاعنا نكتبوها هادي بالإيغيك، ونضيفوا لو أج نتحصلوا على نيتواياج. الوغ جو روتيان يعني احتفظ لو نون فابريكاسيون، يعني كلمة فابريكاسيون اسم عبارة عن اسم، اي لو نون داكسيون هو عبارة عن اسم اسم الحركة تاع هذا الفعل تاع الفعل، او مباشرة اسم الفعل فابريكي سي لو نون كيما في العربية. اسم الفعل مثلا قد نقول مثلا ذهب، اسم الفعل تاع ذهب هو ذهاب، قرأ قراءة، كتب كتابة، إلى غير ذلك. حتى في الفرنسية الفعل نقدر نحوله إلى اسم. إذا واش قالك هنا؟ il est formé du radical fabriqué et du suffixe action. إذا fabriqué c'est le radical normalement radical c'est fabrique parce que ERNA c'est un suffixe تاع الفيمين تاع الانفينيتيف et du suffixe action. À partir des verbes filtrés, nettoyés, et donc comme vous pouvez voir, ils ont aussi l'infinitif, on peut former les noms filtration et nettoyage. Pour former un nom à partir d'un verbe, qui est intéressé par le nom, intéressé par le verbe, on ajoute au radical, yani on change le radical, on ajoute l'un des suffixes suivants, yani أحد اللواحق التالية. Le suffixe, yani المقطع من الكلمة الذي يأتي بعد الغاديكال. عندنا أسيون سيون مون أش، إذن هذه من بين لي سوفيكس، كاين دوطخ سوفيكس، إذن هما داروا هذه الأمثلة فقط. عندك مثلا فيلتخي فيلتراسيون، فينيغ فينيسيون، نيتوايي نيتواياج، ستاسيوني ستاسيونمون. جو ميكزيرس أتدرب. فورم دي نون فورم دي نون داكسيون، يعني كون اسماء الافعال او اسماء داكسيون يعني الحركه، يعني لافي. اذا لافي واش نديرو؟ كيما نتبعو المثال اللي قالوا لنا عليه، واش نديرو؟ اذا نحذف الاو ار، نتحصل على الغاديكال اللي هو لاف، ونضيفو لو سوفيكس اج، حصل على لا فاج. ديغيزي، اذا هنا ديغيزي كتبوا لو فيرب سون لو او ار يعني لو غاديكال تاعو دي جي، نحطوا لو اس واش نزيدو امون امون. ديغيزمون ديغيزمون بيان ديغيزمون. عندك ديمولير ديمولير، اذا نحذفوا لو اي ار كعلامه تاع الانفينيتيف، تحصلوا على الغاديكال اللي هو ديمول دي مو، واش نضيفو؟ نضيفو لو سوفيكسيون يعني نيسيون
ديموليسيون. اذا بالمناسبه بالنسبه للفعل ديمولير نقدر نقول ديموليسيون كوم نون داكسيون او بيان ديموليساج لا ميم شوز. اذا لكن في الاغلب نستعملوا هذا لو نون داكسيون اللي هو ديموليسيون. شونجي شونجي اذا نزيدو لو م نحذفو اذا شون جومون. اذا حتى تسهل عليكم نحذفو هنا غير الار حتى تسهل ونزيدو نضيفو المون. اذا كيما هنايا اذا انا نفضل كيما هنا نحذفو الاو ار لافاج ديغيزمون. بالنسبه لي مو كي سو تيرمين افيك مون كيما كتشوفو هنايا نضيفو لو بريفيكس بلوتو لو سوفيكس مون. اذا ديغيزمون ديموليسيون عندك لو فيرب ديكلاري هنايا الوغ ديكلاري. اذا ديكلاري اذا لو او ار تروح نضيفو اسيون ديكلاراسيون. على بالي بلي التلاميذ رايحين يتخربضوا نقول لك كيفاش نضيفو غيمون مثلا كيفاش نضيفو غيسيون. اذا هنا كيما هنا شوفوا كاين اسيون كاين سيون. اذا اسيون مثلا الكلمه اللي نحذفوا لها لو او ار كيما هنايا فورماسيون ولا فابريكاسيون ولا ديكلاراسيون ونضيفو اسيون. سيون هنا مثلا كيما ديمولي سيون فينيسيون مثلا تيسي. اذا تيسي شوفوا تي اذا نحذفوا لو او ار نضيفوا الاج تولي تيساج. اذا وبهذا نكون خلصنا مع الصفحه 91 الخاصه بهذا الدرس تاع النوميناليزاسيون يعني التسميه. نروح نشوفوا الان كتاب النشاطات كراس النشاطات الخاصه بهذا الدرس نشوفوا مع التمارين. اذا صفحه رقم 18 لا نوميناليزاسيون اكتيفيتي 1 واش قال لك هنا غولي شاك فيرب افيك سون نو. اذا اربط كل فعل بالاسم نتاعو. عندك فابريك اذا فابريكاسيون بين انير وصوت الحصان انيسمون لافي لافاج غرونيي غرونيمون زائر. اكتيفيتي 2 trouve le nom qui correspond au verbe souligné puis termine les phrases يعني اوجد الاسم الذي يتطابق ولا يوافق الافعال المسطره ثم اكمل الجمله. le paysan élève les moutons le travail du paysan يعني القروي يربي الخرفان. اذا le travail du paysan يعني عمل القروي et اذا élève élève هنا راح نحولوها الى اسم élève et les دي موطون يعني هو تربية الخرفان. إذن اي ليلفاج اي لو إذن شوفوا هنايا قلعنا لو او هنايا تاع لا تيرمينيزون تحصلنا على لو راديكال تاع ايلاف وزدنا لو سوفيكس اج. إذن سي ليلفاج دي موطون. لو دومتور دريس لي زانيمو يعني دومتور هو اللي يدرب الحيوانات مثلا الكلاب او. اذا لو دومتور دريس لي زانيمو اذا دريس نحذفو لو او ونفس الشيء نضيفو لو اج تولي دريساج. لو ميتيي يعني عمل لو ميتيي دو دومتور اي لو دريساج دي زانيمو دريساج. لو ميكانيسيان ريبار لي فواتور اذا نحذفو لو او تاع الكونجيغيزون نحصلوا على لو راديكال تاعنا اللي هو ريبار سون او وزيدو اسيون. اذا تولي لو ترافاي دو ميكانيسيان يعني عمل الميكانيكي هو ريباراسيون يعني تصليح ريباراسيون تصليح دي فواتور. لا ميتريس اكسبليك لي لوسون المعلمه تشرح الدروس. اذا لو رول يعني الدور لو رول دو لا ميتريس الدور تاع المعلمه هو الشرح اي ليكسبليكاسيون. إذن زدنا أسيون تولي ليكس بلي. إذا لو كو هنايا دايما اللي نزيدولها أسيون تكمل بالك تنزع لو كو أو وتتحول إلى أو تستبدل ب سي إكسبليكاسيون دي لوسون هو شرح الدروس. صفحة تانية أكتيفيتي 3 أكتيفيتي 3 قالك باش تشوفو مليح. Activité 3 trouve le cri des animaux suivants en ajoutant au verbe suffixement. اذا هنا اوجد الصوت تاع الحيوانات باضافه le suffixe اللاحقه مون.
إذا شوفوا هنايا مثلا عطاونهم مثال لو شيان ابوا قولوا لابوامون دو شيان نبح ينبحو النبيح ولا النباح تاع الكلب لو موتون بيل إذا شوفوا هنا ابوا او ابوا مون ضفنا فقط مون هنا سهلوا لكم يعني ضيفوا فقط الام او ان تي اذا بيل نكتبوها كيما راها ونضيفوا ام او ان تي تولي لو بيل مون لو bellement اكمل الجمله اون اجوتان لو verbe le bellement du mouton تاع الخروف او الكبش du mouton le loup hurle le loup hurle le hurlement bien l'hurlement parce que h تنعد كوم عندها نفس القاعدة مع لي مول كي 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 كومونس بار لي فوايل ديرو ال ابوستروف لورلمون دو لو لو شاميول اذا لو ميولمون دو شا Le cheval henni. Il a chevaux là. Henni, c'est un verbe du deuxième groupe. Je m'arrête. Qu'il y a une caïda. Hennissement, c'est-à-dire un défaut deux S plus le mot. Il a l'hennissement du cheval. Il a chevaux là. L'hennissement, voilà ça. Les oiseaux gazouillent. Les oiseaux gazouillent, yani le gazouillement. Le ENT t'as le sma. Gazouillement. Des oiseaux. Activité 4. Trouve les verbes qui correspondent au nom suivant, puis recopie-les. Il y a les noms qui correspondent, plutôt trouve les verbes tahad les noms. Il y a une fabrication, il y a une fabrication, plutôt vérification, c'est le c'est qui tu fais, c'est alpha, il y a un tahad qui est QE. Il y a vérifier, c'est parfait là plutôt, non. C'est vérifier et pas vérifier, non, vérifier, il y a vérifier. Voilà. Stationnement, le verbe taha c'est stationner. Sta, à la belle iblis c'est un peu compliqué à comprendre. Alors c'est stationner, mais malish, au moins tu te donnes une idée. Bon, marachi bazur comme bzef, au moins tu te donnes une petite idée. Inondation c'est inonder. Inondation, inonder. Tissage, c'est tisser. Soulagement, c'est soulager. Comme démolition, c'est démolir. Je fais activité numéro 5, la dernière activité. Je scroll. Complète les phrases en transformant les verbes en noms. Yani ibla al-jumal bi tahwil al-af'al ila asma'. Attends un exemple, le mécanicien répare la voiture. Tu observes, on a ici le R, la réparation de la voiture. L'avion atterrit. Idan tu regardes, idan hadi atterrir, on va la transformer, c'est le verbe atterrir, on va le transformer en nom. Yani maintenant le nom d'action tao. Atterrir, c'est atterrissage. Tu regardes l'atterrissage. De l'avion. Afouan, Anishouya. Il donne de l'avion. Les oiseaux gazouillent. Nous écoutons le gazouillement.
Le gazouillement des oiseaux. Le gazouillement des oiseaux. Au cirque, on présente des animaux. Au cirque, les enfants admirent la présentation. La présentation des animaux. إذن وبهذا كنا خلصنا مع هذا الدرس مع هذه الصفحة. إذن ومع ثاني إلى أن أقول لكم بالتوفيق أعزائي أحبابي. بالتوفيق إن شاء الله ربي ينجحكم ربي يوفقكم إن شاء الله في دراستكم في الامتحانات نتاعكم إن شاء الله. إذن نلتقي في فرصة مقبلة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.